السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم جميعا. حبيت باش نقول كلمة بالمناسبة نتاع العرس، وأتمنى هو أن تستمعوا لهذا الكلمة بعيدا عن استخدام العاطفة. أولا أقدر الشعور تاع كل واحد منكم في هذا اليوم تجاهي، وأقدر العواطف نتاعكم اللي عارف باللي ستكون حاضرة بشكل آلي بمجرد السماع نتاع الرسالة نتاعي. ولكن لا أريد في هذا اليوم هو أن تطغى على العرس العاطفة ويتحول الفرح إلى دموع. كنت أتمنى هو أن نحضر معكم في هذا العرس ونعيش معكم وبينكم هذه اللحظات، وأن ألتقيكم ونقبلكم ونحتضنكم، ولكن الإرادة نتاع ربي كانت فوق الإرادة نتاعي، وما أستطيع أن أقوله قدر الله وما شاء فعل وحسبي الله ونعم الوكيل. أشكركم بداية على التلبية نتاع الدعوة، كل واحد بالاسم نتاعه صغار وكبار، وأشكر كل واحد منكم ساهم في هذا اللقاء العائلي الأخوي بالجهد نتاعه بالابتسامة نتاعه وفرح الابني. كان بودي باش يكون العرس أكبر ويكون الحضور أكبر، لا سيما من المدعوين، ولكن كلكم يعرف الظروف نتاعي ونتاع العائلة بشكل عام. كنت وما زلت نحرص على صلة نتاع الرحم، وارتأيت هو أن تكون هذه المناسبة فرصة باش نجمعوا الشمل نتاع العائلة اللي اتسعت بشكل كبير، بحيث أن هناك أجيال، يعني راكم تعرفوا باللي ولدوا من بعدي، كاين الناس اللي خليتهم راهم يرضعوا دون هو أنه نضال نذكر في الأسماء، راهم اليوم في سن نتاع الزواج، وكاين اللي خليتهم اطفال والله راهم يقراو راهم الان بولادهم. اعلم ان الفراق نتاع الاحبه صعب، ولكن هذه سنه الحياه. كثير من الناس اللي فارقونا كنا نتمنوا على جل باش يقولوا حاضرين معنا في هذا الحفل المتواضع. ربي يرحمهم جميعا، كل واحد بالاسم نتاعه، الوالدين والاقارب والجيران، كلهم كل واحد بالاسم نتاعو. ولا أريد هو أن نزيد نفتح لكم جرح من الجرح. المهم فيما يخصني أنا شخصيا، راني عايش بالأرواح نتاع الناس اللي غابوا علينا، نسمع في الزغاريد نتاعهم، نسمع في الأصوات نتاعهم، الأرواح نتاعهم راها مازال عايشة معايا. في هذا العرس مانيش حاب على جلبش أي واحد منكم يشعر بأني راني غايب. صحيح جسديا راني غايب، ولكن هذا لا يمنع الحضور تاعي المعنوي معكم. حاولت باش نشارككم بدعوة بعضكم للحضور، ولم أوفق على جلبش نتصل بكم جميعا. المهم مانيش حاب هو أن نشوف دمع أنت أي واحد منكم، حبكم باش تفرحوا تبتسموا. ربي راه خلق الفرح وخلق القرح، وإحنا رانا في ابتلاء في هذه الدنيا. الشيء اللي حبيت باش نوصيكم به في هذه الكلمة، ما تدخلوش في نقاشات سياسية. اللي عنده حزب والله راه عاجبه واحد من المرشحين، والله عنده موقف، مش هذا هو المكان ومش هذا هو الوقت على جلبش يغوص في مثل هذه الأمور. كما أطلب منكم على جلبش تبتعدوا عن الغوص في بعض التفاهات، عدم إدخال أمور شخصية في العرس. قال مثلا الواحد راه عنده مشكل واحد، مانيش حاب أنا هو أنه يفتحوا في هذا العرس ولو حتى بمجرد النظرات، نظرات القاسية هذه. ركزوا على الأشياء الجميلة اللي كانت تجمعنا، ركزوا على البساطة، القناعة اللي كنا نعيشوا بها يوم كانت الدشرة ما فيهاش التلفاز، ما فيهاش الكهرباء،
وما فيهاش الماء، كنا نسقيو بالساقية تحت البيت كما مثل ما كنت تشوفوا فيها، وكنا نجيبوا الماء من العنصر والراعي راهو في الجبل مقابل نتاع البيت، إلى غير ذلك من الأمور. حاولوا أن تتذكروا بعض الأشياء على جل باش تعودوا بالذاكرة الإيجابية هذيك اللي راه مخزنة في كل واحد منكم، وحتى هو أنه هذا الشباب هذا اللي راهم ولدوا ما يعرفوش هذه الأشياء فرصة على جل باش أنتم تتواصلوا معهم في مثل هذه الأمور. راكم تعرفوا كيف كنا عايشين بالقصص نتاع بقرة اليتامى وقصة غراب وذياب، وكنا نحيي الليالي نتاع رمضان والعيد إلى غير ذلك من المسائل، فرصة على جل باش تجتمع العائلة. ركزوا على هذاك الجو الأخوي، كل واحد اللي راه عنده حاجة ينساه. ركزوا على الصلة نتاع الرحم، راه ديجا فيها بركة من السماء. اللي عنده مشكل يخبيه، اللي عنده غيظ يكظمه، اللي عنده حسد مع واحد يأجله. أنا حبيت على جل باش نجمعكم أولا وأخيرا للحفاظ على الصلة نتاع الرحم اللي وصنا بها ربي، وباش تشعروا باللي طلب محمد راهو ترك بذور، وهذه البذور راها مازالت تجيب الخيرات نتاعها. واختيارنا للعرس في الدشرة وجمع العائلة هو للحفاظ على الرابطة نتاع الدم ونتاع الصلة نتاع الأرحام، وما كان حتى شيء واحد آخر. كنا قادرين نديروا العرس في فرنسا ونحضروا حدنا، حبينا عجل باش كم تحضروا، ما أنا محتاجين لماكلة، ما أنا محتاجين حتى حاجة، حبينا عجل باش تحضروا وباش يحضر هذاك الجو العائلي ولو بدون الحضور تاع الجسد. الشيء اللي نوصيكم به هو ما تزعجوش المصلين نتوع الجامع، خاصة أثناء الصلاة. حاولوا هو أنه تطفيوا المكبر نتاع الصوت هذاك ربع ساعة قبل الأذان وربع ساعة بعد الأذان ولا 10 دقائق، المهم أجل باش ما تزعجوش المصلين. يوم الجمعة لما يبدأوا يديروهما في التجواد هذاك ما نجعل في الله رغم ما زالوا يديروه في الجامع، حاولوا تطفيوا بعد الجمعة وفرحوا على روحكم. مانيش حاب نشوف حتى صورة نتاع مرأة واحدة سواء كانت صغيرة ولا كبيرة ولا بنت في الفيسبوك، خطر كاين بعض من الناس ربما عن حسن نية ينشروا بعض الأشياء، ولا الانترنت بصفة عامة، ولا الحديث عن العرس، ولا حتى ذكر الأسماء. والله ترسلوا صور وفيديوهات في الفايبر ولا في الواتساب لأي واحد، حتى أنا كاين صور خاصة بالعائلة وراها تجمع هي، انتم راكم عايشين العرس، كاين الصور وراها تجي فرصة، وربما اللي راه ما حضرش من الناس اللي راهم غايبين كل واحد بالاسم نتاعو راهم يشوفوا العرس. على بالكم باللي راه كل شيء مراقب في الانترنت، وفضائح نتاع الانترنت راها كثيرة، مش على جل باش حنا الناس ما تعيش العرس، لا، تعرفوا باللي راه كاين فيه فضائح راها في الانترنت، كاين فيه اختراق الأجهزة نتاع الهاتف ونتاع الانترنت، وبالتالي ممكن تستغل هذيك الصور. تعرفوا باللي راه معنا حساد وعندنا ناس مرضى اللي هما يستغلوا مثل هذه الامور، بالاضافة الى اولاد الحرام. مانيش حاب ان تستغل هذه الصور نتاع العائلة وتستعمل ضدنا. الشيء اللي نوصيكم به ايضا هي فرصة تاريخية لا سيما وهي انها تصادف البرومي نوفمبر اول نوفمبر، ماذا بيا على جل باش ديروا صور جماعية، صور جماعية. وكاين الناس اللي يحبوا مثلا يديروا يلقيوا كلمة هكذا، يعني يوجهوا لي رسالة، ولا تكون كلمة قصيرة هكذا مجرد دقيقة كل واحد يقول كلمة هكذا على جل باش نطمن عليكم. على جل كاين الناس اللي ربما راهم كبروا، والله ماذا بيا باش نشوفهم، نشوف كامل، نشوفكم كامل. هذه الكلمة نتاعي باختصار، ما تنسوناش من الخالص نتاع الدعاء نتاعكم سواء في الصلاة ولا بغير صلاة، ما تنسوناش بالدعاء، وإن شاء الله ربي يجمعنا في فرص واحدة أخرى ونفرحوا لولادكم مع بعض جميعا. تحياتي لكم جميعا.